فخلوني أكلمكم عن هذا الموضوع اللي بيجمع بين علم النفس وعلم الاجتماع. بس للأسف في بلادنا دي لا فيه اهتمام من علماء النفس ولا من علماء الاجتماع بيه، وهو موضوع الإعلاء الوهمي للذات. ويمكن أنا أشرت في فيديو سابق لهذه المسألة إشارة سريعة، لما كنا بنتكلم عن الولد اللي طعن البنت وقتلها يعني في المنصورة نيرة، لأنها مش موافقة على الزواج منه. وقلت ساعتها، قلت لكم إنه المسألة دي متعلقة بأمرين. الأمر الأول مفهوم مجتمعنا عن الحب، ولم يعلمنا أحد أو لم يقل أحد إنه الحب متعلق بالمحب مش بالمحبوب، ولا يترتب على المحبوب واجب ما، بالإضافة إلى الإعلاء الوهمي للذات. ومرت عليها بسرعة. النهاردة بنقف عندها بشكل يعني أطول، أو بنفرد لها هذا اللقاء لعدة أسباب. أولا لأن الحوادث دي تكررت تقريبا بمعدل كل شهر أو 3 أسابيع بنفجع بخبر من هذا النوع. ولد بيتقدم لبنت بيكون بيحبها أو خطيبها أو فما لا تقبل الزواج به فيطعنها ويقتلها. هو أحيانا يسلم نفسه ويعدم طبعا زي الولد قاتل نيرة ده إلى آخره. بالإضافة إلى أنه الأمر، أمر الإعلاء الوهمي للذات، لا يتوقف فقط عن هذه الدواهي أو المآسي الجارية في المجتمع، إنما بينعكس سلباً على الأداء المجتمعي كله. وهذا شيء يعني لابد من الانتباه له، شيء يعني مشكلة حقيقية. وتحديد طبيعة المشكلات أو إفراز ما هو حقيقي منها وما هو وهمي ويشغل الناس، دي يمكن قضية أخرى. إنما ما يعنينا الآن هو الكلام عن الجزء السيكولوجي والسوسيولوجي المتعلق بالإعلاء الوهمي للذات واللي أشرنا له. وحتى أنا كتبت النهاردة واحد من أصدقائنا على الصفحة أحمد الجمال أرسل لي فقرة من أحد كتبي يعني بتكلم فيها عن المسألة دي، وبقول بس بإشارة سريعة يعني إنه الإعلاء الوهمي للذات بيأتي من طبيعة الاختلاف. فالمختلف بيشعر بذاته وبيميزها، فده بيدي شعور مرضي لا يلبث أن يتحول بعد فترة إلى شعور مرضي. وهنشرح المسألة دي بتيجي إزاي، سواء عند الفرد الواحد أو عند الجماعة. هذه القضية تتعلق بأكثر جانب مهمل في مجتمعنا اللي هو الثقافة. وعلشان ما نتوهش من بعض خلينا نحدد ما يسمى يعني بالتعريف الإجرائي للثقافة، وهي إنها نمط من حياة جماعة. ده تعريف إيميل دوركايم، نمط من حياة جماعة بكل ما يشتمل عليه هذا النمط من لغة ودين وعادات وتقاليد وأفكار سارية في المجتمع، اللي بيسموها في الفلسفة أفكار قبلية، يعني بتكون قبل اتخاذ موقف أو قرار. هو في أشياء في
الخلفية الذهنية بتتحكم في نظام تفكيرنا، فبالتالي دي بيسموها أفكار قبلية. الثقافة بكل مكوناتها دي بتعطي الفرد والجماعة إحساس بذاتهم، زي ما بيقولوا في اللغة اليومية كده، إن دي عادتنا أو ده سلو بلادنا، أو باعتبارها مسألة يعني قدرية، إحنا اتولدنا لقيناها كده. طيب ده فيما يتعلق بالعادات والتقاليد. طب فيما يتعلق باللغة، هناك دائما هاجس إعلاء للغة التي يتحدثها الفرد عن بقية اللغات. فإذا كان واحد مسلم عربي هيشوف ان اللغة العربية مش عارف هي لغة اهل الجنة، يعني كأنه في نقاشات بقى وحاجات في الجنة ولو واحد يهودي عبراني هيشوف طبعا اللغة العبرية هي اللغة المقدسة، وانه لما ان الله بيكلم موسى اكيد يبقى كان بيكلمه بالعبري وهكذا. مع انه في الفيلولوجي او في علم اللغة ما فيش لغة احسن من لغة، اللغة دي هي وسيلة زي ما قال ابن جني زمان، وقلت لكم كتير الحكاية دي قبل كده. حد اللغة او تعريف اللغة انها اصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم، يعني مفردات معينة، اصوات بتعبر عن مراد معين، فدي حدود اللغة. وبعد كده ليها بقى قواعد وبلاغة وإلى آخره. وبالتالي فمفيش لغة أفضل من لغة، ولا تنفرد إحدى اللغات. طبعا في خصائص في الاشتقاق في كده، إنما في المكانة لا نستطيع أن نعلي لغة على أخرى ما دامت هي قائمة بالغرض منها، وهو التخاطب أو التعامل بين الجماعات. فبالتالي التميز اللغوي تميز موهوم، لسيما أو خصوصا يعني ان احنا ما حدش اختار اللغة اللي بيتكلمها. انت بتبقى في مجتمع عربي بتتكلم عربي، وقد تكون في مجتمع عربي بس اهلك متفرنجين وبيدخلوك مدرسة اجنبية وبيكلموك في البيت باللغة الفرنسية او الانجليزية فبتطلع تتكلمها. يبقى اذا ده مش اختيارك، ده هو ما وجدته انت فتلقيته. وحتى لو طبقنا الفكرة بتاعت نعوم تشومسكي لما كان بيشتغل في اللغة يعني أو في اللينجويستكس، إنه في عقل أي إنسان زي أدراج كده أو هو دولاب، كاتيجوريز أو مقولات معينة بتيجي أي اللغة السائدة وتملأها. فبالتالي الإنسان مولود بحسب وجهة نظره، يعني مولود وعنده استعداد للغة، وهذا حديث طبعا له تفاصيل وعليه ودود. إنما ما يعنينا منه الآن إنه سواء كانت اللغة استعداد فطري وفقا لتشومسكي، أو هي مكتسبة بالتقليد زي ما الطفل بيقلد أبويه، في النهاية هي مش اختيار إلا على مستوى الدراسة. بعد ما بيكبر الإنسان وينضج فهو بيميل إلى دراسة اللغة أيا ما كانت بقى، يا رب تكون اللغة اليابانية هو حر، أو هو يميل للغة الفرنسية لأنها موسيقية كده ورومانتيكية ماشي، أو يشوف إن الإيطالية ليها جرس موسيقي فيتعلمها طيب، بس ده لا يجعل منها لغته الخاصة. ده
ميله أو هوايته الفكرية أو الأدبية، إنما لغته الأم هو لم يختارها ولا أحد اختارها. طيب نيجي للدين. الدين يعني احنا مضطرين نميز بين نوعين من الديانات. الديانات اللي سميت بطريق الخطأ ديانات وثنية، والديانات الأخرى التي سميت بطريق الخطأ ديانات سماوية، وتمت مناقشة هذه المسألة في مقدمة كتاب اللاهوت العربي، وبينت لكم فيها انه سماوي يعني متعالي او راقي. اي دين في الدنيا لو هو عبادة التمساح حتى هو سماوي، لانه مفهوم السماء ليست مادة معينة أو حد معين يعلونه، لا، هو كل ما أظلك وعلاك فهو سماء. ففي سماء الغرفة، سماء القاعة، سماء كذا. فبالتالي كونك ترفع التمساح أو أي كائن أو أي تمثال أو أي فوق حيزه المادي، فأنت كده جعلته سماوين. عشان كده العلماء في التراث الإسلامي بيستعملوش أبدا كلمة ديانة سماوية دي. والجماعة شيخ الأزهر والجماعة دول زعلانين من تسمية الديانات السماوية، بيحبوها يعني، بيحبوا الكلمة. وبيقول الدكتور أحمد الطيب إنه محدش يقول ويتكلم عن ديانات إبراهيمية لأنها خطأ، ولا أدري أين وجه الخطأ. يعني ما هو إذا كنا بنتكلم عن اليهودية والمسيحية والإسلام فهي كلها بتنبع من قصة أبو الأنبياء. يعني الأصل بتاع الديانة هو إبرام، حسب التوراة يعني اللي أصبح اسمه إبراهيم يعني أبو الجمهور. فأنا مش عارف يعني لا أجد غضاضة في وصفها بالديانات الإبراهيمية، لأنه هو العنصر المميز ليها، وهناك عناصر كثيرة تجمع بينها في نسق النبوة بالذات بين اليهودية والإسلام. وأنا مش عايز أخوض في المسألة دي، إنما قصدي هنا محدود، وهو تبيان الفارق بين الديانات السابقة على الديانات الإبراهيمية والديانات الإبراهيمية ككل. الديانات السابقة كانت طبعا فيها إيمان بيصل إلى درجة تصوفية كمان عالية، وفيها نسك وتعامل مع الإله. شوفوا مثلا مقدمة الإلياذة، ما هو الإلياذة بتبدأ إزاي؟ إنه الكاهن بتاع معبد أبولو لما جه أجاممنون، رزل شوية أجاممنون ومأزوم عشان اضطر يضحي ببنته وكده، فأخد بنت الكاهن، وده كاهن معبد يعني راجل بتاع ربنا بالمقاييس القديمة. فجي الراجل علشان يسترد بنته اللي مفروض ان هي تبقى كاهنة يعني من بعده، فأجاممنون برزلته دي رفض. ويقال حتى أخيل بطل الإلياذة تدخل يعني وقال له ما تديها لأبوها بقى. فبالغ أجاممنون في الغزالة يعني، وقال لأ لن أتركها أبدا لحد ما تتعفن في فراشي وأشبع منها وا وا وا. فخرج هذا الكاهن البريست ده بتاع أبولو، وأبولو طبعا ابن وفقا للمعتقدات أو الديانة اليونانية القديمة هو ابن زيوس وراعي ربات الفنون وصاحب القوس
القوس اللي بي 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 بيقذف اللهب والناي، يعني هو في الجانبين. الكاهن قاعد، ومن هنا هتبدأ الإلياذة بقى، إنه يا أبولو أنا اللي وهبت حياتي لك وعايش في معبدك ونذرت نفسي لك والصلوات إليك، ثم يحدث معي هذا. وبيختم الصلاة بتاعته دي أو الترنيمة دي بعبارة قوية جدا في كل اللغات بالمناسبة، أنا ترجمتها للعربي بصيغة مولاي ارسل سهامك بحق دموعي، وأظن في الترجمة الإنجليزية My Lord your arrows for my tears. ومن هنا بتبدأ الدراما بقى أو الملحمة اللي هي دخول الآلهة مع البشر والصراعات اللي هي اشتهرت. يمكن الإلياذة تكون أشهر كتاب في تاريخ الإنسانية، يعني مع الكتب السماوية طبعا عشان ما حدش يزعل، وفي حلقة عنها في من الحلقات اللي كنا بنعملها لما كانت الدنيا من كم سنة، يعني لما كانت الدنيا أحسن، في حلقات رحيق الكتب هتلاقوها على اليوتيوب، وأظنها تكون مفيدة لفهم يعني إيه أسطورة أصلا. إنما مش ده موضوعنا، موضوعنا إنه الديانات ما قبل اليهودية كان مثل هذا الناسك أو مثل هذا المعتقد في إيزيس المصرية إيسات أو مينيرفا أو كل الإلهات والآلهة القديمة، يفسح مجالا لإيمان الآخرين بآلهة آخرين. وده اللي بيظهر لنا مثلا في الإسكندرية القديمة في العصر البطلمي، ما كانت كل الناس متنوعة جدا في عقائدها. بوسايدون عشان المدينة ساحلية، وبوسايدون إله البحر طيب، وفي ديونوسيوس إله الخمر والإخصاب والماء والحياة الحلوة والاحتفالات الصاخبة الماجنة. قالوا المؤرخين اليونانيين يعني إن الناس كانوا بيخرجوا خارج أسوار المدينة، يقصد إسكندرية، حيث يجد طلاب المتعة التي بلا حدود ما يشتهون، كل شيء مباح، يوم عيد. وأنا قلت لكم قبل كده إنه كان في اليوم ده في شارع أبو قير، طبعا دلوقتي اسمه شارع أبو قير، بس هو ساعتها هو نفس الشارع كان اسمه شارع كانوبيس، كانوا بيمشوا أتباع ديناسيوس بتمثال لقضيب ذكري منتصب طوله يقال حسب الكتب يعني 60 متر، ده عالي جدا زي عمر. هنا ما سمعناش بقى انه حد من اللي بيعبدوا مثلا أبيس حذفهم بالطوب، ولا الجماعة اللي بيعبدوا مثرة، ولا اليهود، ما هو بعد كده هيخشوا اليهود شوية كده هيبقوا مستضعفين طبعا، بس ما سمعناش إنكار من ديانة. الديانة المصرية القديمة كانت مستمرة في العصر البطلمي بأشكال يعني معدلة شوية، وشفنا أو بنشوف لحد دلوقتي في معبد إدفو كيليوباترا وهي بتقدم القرابين لآمون. كيليوباترا دي بطلمية يونانية، وآمون ده إله مصري قديم أو الإله الأعلى عند المصريين القدماء، يعني آمون آمن آمن آمين إلى آخره. هنا كان هناك مساحة مسموح
بيها للتغاير والاختلاف والتنوع. لما جت اليهودية جي معاها زعم عبراني عجيب جدا. هي أصلا زي ما قلنا في عام اليهوديات، اليهودية قبل ما تكون ديانة هي انتماء عرقي، نسب يعني، ونسب للأم حتى، مش زي الثقافة العربية النسبة للأب. والقاعدة اللي جت في سفر التكوين في أوله إن لنسلك يا إبراهيم، بعد ما تسمى من إبرام إبراهيم، لنسلك يا إبراهيم أعطي هذه الأرض. الآية اللي هي عملت بقى المشاكل طول التاريخ، مش قصدي المشاكل بتاعت فلسطين دلوقتي، لا، المشاكل من أيام الرومان حتى، لأنه كانوا اليهود بناء على هذا عايزين مملكة خاصة بيهم، فبيعملوا قلاقل وثورات فيجوا الرومان يأدبوهم، لحد ما جه إليانوس هادريانوس الإمبراطور ودمر المدينة أو العاصمة العبرانية اليهودية أورشليم، بيت المقدس، بيت المقدس، وأنشأ أمامها مدينة تانية، مدينة بحسب التعبير الخاطئ وثنية، بس بحسب تقاليد الوقت ده هي إيليا كابيتالينا، اللي مخصصة المدينة دي يعني مكرسة للإله جوبيتر، أهو يعني غير سماوي أو غير إبراهيمي خالص. ونفس المدينة دي لأنها تيجي بقى فيها هيلينا أم الإمبراطور قسطنطين الكبير وتنقب وبتاع، فتجد القصة المشهورة بتاعت صليب الصلابوت وتعمل كنيسة القيامة، اللي على فكرة عشان بس الناس تاخد بالها في المصادر العربية هنلاقي اسمها كنيسة قمامة، وده مش المقصود منه الإزراء بيها والتقليل من شأنها، بس هو كان قريب منها الجدار الوحيد الباقي من المدينة المقدسة العبرانية القديمة، فكان بيلقى فيها القمامة المسيحيين يعني، لأن زي ما اليهود عملوا المسيحية عملت إعلاء للذات استنادا إلى نص ديني خاص بالجماعة. فالعبرانيين بالذات في الأسفار المتأخرة، أسفار الأنبياء الصغار، كلها نحيب على حال أبناء الرب اللي بقى مش عارف إيه، فيعني يا الله اللي هو بقى عندهم أدوناي وياهوك، الحاجات دي له أسماء كتير قوي في اليهودية، وطبعا كل اسم له دلالة ومرتبة، انه اتدخل بقى وبعت الماشيح او المخلص علشان يخلي اليهود هم ملوك العالم الى اخر القصص دي. وبناء على هذه القصص التوراتية اللي هيكذبها بعد كده المسلمين على اعتبار انه التوراة دي محرفة اصلا مش هناخد بيها. مش ده موضوعنا، موضوعنا انه تم الاعلاء الوهمي للذات عند اليهود استنادا الى نص ديني بيقول ان هم شعب الله المختار. ليه مختار؟ محدش بيقول. طيب يعني ما هو اليونانيين راقين عنكو جدا، وهم اللي استضافوكم في اسكندرية وخلوكوا خلوا 72 حبر او ربي او يعني شيخ يهودي عملوا الترجمة السبعينية للتوراة، ولولا كده كانت انطمرت الديانة دي خالص ولا حد سمع عنها. يعني اسكندرية ليها فضل
التأسيس أو يعني البقاء للده. إنما ما علينا، هنا لم ينظر اليهودي إلى اليونانيين أو البطالمة واعتبرهم أفضل منه، لا يظل هو أفضل. طب بأمارة إيه؟ يعني اديني دليل. ما فيش دليل، هو إحنا شعب الله المختار. فتيجي المسيحية وترى على النسق ذاته أن المسيحيين هم أبناء الرب يسوع المسيح المخلص، وبعدين يجوا المسلمين ويلتقطوا النصف الأول من الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، وينسوا يعني عن عمد أو ما مش قصدهم كنتم اللي هي فعل ماضي، وينسوا بقية الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. لا ما هو ما بيكملش ولا بياخد باله من الكلمة الأولى. ليه؟ علشان في اتجاه في الديانات الإبراهيمية للإعلاء الوهمي للذات اللي احنا بنشوفه بقى في أيامنا الحاضرة دي، انه مثلا هو انت مسلم؟ اه الحمد لله. ايوه يعني كأنه نعمة. طيب هي نعمة، طيب ليكن، بس انت ما اخترتهاش. والمسيحي طبعا الانجيل بتاعه بيقول له يعني سيأتي بعدي أنبياء كذب، فبالتالي اللي بعد المسيحية ما، وبعدين يطلع لنا بقى المشايخ المخابيل دول يقول لك لا أصل المسيحيين كفار بنص الآية، وأنا مش هنكر ديني. والعبط ده اللي يؤدي التمادي في الإعلاء الوهمي للذات استندا للنصوص ومنكرا المعلوم بالضرورة. انتوا عارفين رأيي في حكاية المعلوم بالضرورة، وانه المبدأ القانوني اللي في القانون المصري ده اللي نتحاكم بيه كل شوية، انكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة ايام الاخوان لما استدعوني عشان تحقيق معايا في نيابة أمن الدولة العليا، فوكيل النيابة بيقول لي أنت دلوقتي مواجه بثلاث تهم. قلت له إيه هما؟ قال لي ازدراء الأديان. قلت له غلط. قال لي نعم. قلت له غلط، التهمة غلط. قال لي يعني إيه غلط؟ قلت له مش ده مصحف اللي قدامك ده، هات طلع لي منه كلمة أديان بالجامعة ما فيش. قال لي يعني إيه؟ قلت له يعني النص القانوني ده لازم يتعدل. ما 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 لا لو بتتكلم على خلفية إسلامية يبقى ما فيش مفهوم أديان. إن الدين عند الله الإسلام ليكون الدين لله، ما فيش أديان بالجامعة. قال لي طب خلينا بس في التهمة التانية، إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. قلت له يا سيدي الفاضل الضرورة مفهوم فيزيائي، وأنا قلت الكلام ده في مناسبات تالية كتيرة، يعني إنه لما نقول الحديد يتمدد بالحرارة ده حكم ضروري فيزيائي، تستطيع أن تمسك بأي قطعة حديد وتدخل بها أي معمل أو في بيتكم حتى وتسخنها بعد قياسها يعني فتلاقيها تمددت، يبقى دي ضرورة. وإنه إذا الدنيا غيمت وإحنا الإسكندرانيين النشأة يعني نشم ريحة المطر فنقول إن الدنيا هتمطر بعد 10 دقايق ولا 4 ساعة. ليه؟ لأن دي ضرورة فيزيائية. إنما الدين إزاي في ضرورة فيه؟ إذا كان لو بنتكلم عن الإسلام هو دين التوحيد، والتوحيد مختلف عليه بين العلماء، علماء العقيدة يعني المعتزلة شايفينه بشكل والأشاعرة شايفينه بشكل وهكذا.
انا مش عايز ادخل في جدال ديني لان انتوا عارفين رايي انه لا جدوى من الجدال الديني. انا هنا بتكلم عن تاثير اختلال التدين، لان في مراحل كان في براح فيها، النص الاول من القرن العشرين مثلا في مصر او اللي بيسموه زمن الليبراليه المصريه كان في الفهم ده والتفاهم ده والتقبل ده انما لما اشتدت الازمات وتقافز المغامرون على كراسي السلطه في مصر والبلاد العربيه كلها حصلت ازمات كان من ضمنها محاوله تزكيه النفس، وقال تعالى ولا تزكوا انفسكم، والاعلاء الوهمي للذات بانه الصعيدي شايف نفسه احسن من ساكن الدلتا. ايوه يعني ليه؟ لا 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 اصل دول فلاحين. طب ما انت كمان بتزرع فلاح اهو. لا لا انا فاكر ابويا كان ايه يكتبه في البطاقه بيت زيدان، يعني المهنه مزارع. فسالتهم لما رحت هناك وانا كبير هو ايه الفرق يعني بين مزارع وبين فلاح؟ ما الاثنين بيفلحوا الارض والاثنين بيزرعوا الارض. قال لك لا لا الفلاحين دول بحري يقصدوا الدلتا يعني، والدلتا يعملوا نكت على الصعيدة باعتبار انه هم يعني اللي بيفهموا والصعيدة ما بيفهموش. ولو يعني الكبار منكم شوية في السن يفتكروا كم من نكت إن واحد صعيدي كان يا عم الصعيدة دول رفاعة الطهطاوي وطه حسين والناس اللي حركت لك عقلك اصلا ازاي ما بيفهموش يعني. مش مهم مش مهم، هو المهم عنده اعلاء الذات ولو بشكل وهمي لسبب بقى عرقي اجتماعي ديني لغوي. هو ميال الى اعلاء ذاته بأي معنى ولو بالعاطفة البحتة. احنا فاكرين الرواية بتاعت الأستاذ نجيب اللي اتعملت فيلم مشهور لنجلاء فتحي، ما كانت جميلة، هي لسه جميلة يعني بشوفها جميلة، وتقول لها أنا هجوزك سيد سيدو. وطبعا معظم الأمهات المصريات بناتهن طلقنا يستعملوا الكلمة دي مباشرة، يستعملوا دلالتها معناها انها مش ولا يهمك انا هجوزك سيد سيدو، ده اعلاء ليها. طيب هي لسه فاشلة في تجربة، فبتكون المسألة بدل ما تخليها تحبط ان تعلي من بنتها اعلاء وهميا مع وعد بانها هتجوزها سيد اللي طلقها، وانه تمدح المرأة بانها ست الستات. ايوه بناء على ايه بقى؟ على وهم، مفيش شيء حقيقي، مفيش شيء فيزيائي. يحدث بقى آثار خطيرة جدا ومدمرة على مستوى الفرد والجماعة. على مستوى الفرد لأنه الشخص بينتفخ بشكل. النهاردة كنت بتجول هنا ففي مكان شيك كده لإصلاح السيارات، فقاعد انا على مقهى كده من اللي بحب اقعد فيهم. وعلى فكره ما تستغربوش من الحكايه دي، الاستاذ نجيب محفوظ كان هواه الوحيد انه يقعد على المقاهي ومش الكافيهات اللي هي مغلقه دي، لا المقاهي المفتوحه او اللي بيسموه بالفرنساوي كافيه الاتوار سارتر كمان.
وربنا يشفيه بهاء طاهر كنا بنقعد على القهوة دي. هما الأدباء كده بيحبوا يشوفوا الناس يعدوا، لأن ده بيخلي يعيش مشاهد كتير. عشان حد بعت لي النهاردة ولا امبارح بيقول لي أنا شفتك قاعد على قهوة بس مش هقول هي فين وكده، فقلت له لا بعدي نسلم يعني ونقعد شوية ده يسعدني. فحبيت بس أفسر لكم حكاية الجلوس على المقاهي. الهاجس ده اللي عند الأدباء عموما. إنما وأنا قاعد النهاردة شفت شخص لفت نظري جدا، دخل بمنتهى العظمة راح قال لهم خلصتوا العربية؟ هي عربية عادية خالص يعني ما فيهاش أي حاجة تمام، وراح لابس نظارة كده ضخمة كده زي النظارات بتاعت زمان اسمها بيرسول دي، مش منتفخ الأوداج ده، يكاد أوداجه تنفجر من العظمة. راكب كده وراح. انا قعدت ابص كده وكان معايا حد، ف تلاقي ايه العظمه دي. انا للحظه كده حسدت الراجل ده، بس بعد انقضاء اللحظه دي صعب عليا انه هو منتفخ على لا شيء. يعني هو لا يجوز اصلا ان حد يعني يفتخر او يعلي وهمه عشان راكب عربيه فخمه اصلا، لا يصح هذا يعني. بس هي كمان مش فخمه، هي عاديه خالص. او يكون بقى بالغ الوسامه يعني، معرفش زي مين يعني، بس هو مش ألاندي لون يعني، شكله عادي خالص مصري زينا كده. على رأي عبد الرحمن الأبنودي في القصيدة المؤلمة اسمها يمنة عمته يعني، بتقول له واتجوزت يا عبد الرحمن ومرتك حلوة ولا شبهنا؟ تعبير كان دقيق قوي لان بيستعملوه فعلا في الصعيد. فاحنا يعني مش وهو زينا، ما الذي انتفخت به اوداجك حتى تكاد تنفجر من العظمه الوهميه اللي هي تؤدي الى ايه؟ الى انهيار عند مصادمة أي مشكلة حقيقية. الشخص ده الله أعلم بقى بيشتغل إيه، بس هو لو مكتب مثلا استيراد وتصدير وبعدين أوقفوا الاستيراد هتلاقيه انهار وقعد يشرب مخدرات بقى وعايز ينسى، عشان لأنه ذاته المتضخمة دي لما خدشت انهارت، البالونة انفتقت. انفسقت دي اللي هي بالكلام بتاعنا فجأت يعني. وقيسوا على هذا بقية الأفعال الفردية أو الحالات الفردية. طب على مستوى المجتمع شفنا بقى ويلات من الاعتداء على الكنائس لقتل الجماعة الشيعية اللي كانت في أبو النمرس دي، وسحلة في الأرض وقتل ليه؟ لأنه مختلف. طب أنت الشخص اللي بيعمل كده متعصبا للدين والدين بتاعه هو الإسلام، وهو شايف إن الإسلام يعني خير أمة بقى، فالأمة اللي مختلفة تبقى أسوأ ومفيش غضاضة يعني في القتل. هو بتوع داعش دول هم بيدبحوا كده في الناس بالطريقة الإجرامية دي، هو مش حاسس بأي ذنب.
أو بيخش على الأزيديات وغير الأزيديات يعني مسحيات وكده وياخدهم ويبيعهم والواحدة مش عارف بكام دينار حقيقي. وقلة الأدب دي هو مش شايفها قلة أدب ومش شايفها إجرام، هو شايف إن ده الوضع العادي. ليه؟ لأن الله أكرمنا بالإسلام. طب أنت اخترت تكون مسلم؟ لا. أنت اخترت اللغة العربية اللي بتتكلم بيها دي؟ لا. أنت اخترت ال 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 العيلة اللي أنت؟ لا. طب أمال إيه؟ ده إعلاء وهمي للذات، فبيؤدي إلى كوارث ليس أفظعها ما رأيناه في أعمال داعش ودامل وبوكو حرام. لا لا، ده نمطي جدا وهزيل بالقياس إلى حالات أخرى شهدتها البشرية ومجتمعاتنا كمان. يعني تدمي القلب فعلا، قتل ترويع، ومش متعلق بدين معين على فكرة. خدوا بالكم، حرق الكتب أصلا الناس بتربطه مثلا بابن رشد لأنهم مش عارفين. لا، هو كان موجود قبل ابن رشد وموجود قبل الإسلام. في سنة 331 ميلادية، يعني قبل الإسلام بحوالي 250 سنة، استخرج الأساقفة من الإمبراطور قسطنطين الكبير، ما أمه بقت مسيحية بقى. هو ما كانش مسيح على فكرة، هو مات وفي قصره تماثيل للآلهة اليونانية القديمة. المؤرخين عارفين الكلام ده بس ما بيقولهوش. ليه ما بيقولهوش؟ لأنه كلام جد، وإحنا للأسف ما عادش عندنا مرارة للكلام اللي بجد، والحالة دي عمالة تزداد. وصلنا إلى درجة لو الحاجة تافهة وسذجة وسطحية فده مؤشر نجاح، لأن في حفاوة وترحيب بيها. ونقدر نضرب أمثلة على كده لا حصر لها، ابتداء من عالم الأفكار والفلسفات إلى التعليم الجيد والتعليم الرديء، إلى الفنون، الأغنيات حتى. يعني يمكن نرجع للنقطة دي بس علشان ما يفلتش مننا الخيط، إنه الأساقفة استخرجوا الإذن من الإمبراطور قسطنطين بإحراق الأناجيل المخالفة للأناجيل الأربعة، واستعاروا من التراث اليهودي القديم مفهوم الأبوكريفة أو النص الديني غير القانوني. وكان في الوقت ده في حوالي 30 أو أكتر شوية إنجيل، كان أشهرهم إنجيل المصريين، لم يتم الاعتراف به في مجمع نيقياق، يعني استقروا على الأربع أناجيل الحالية دي. ولسنوات طويلة كانت تتم مداهمة البيوت لإخراج هذه الأناجيل وإحراقها. علشان كده بدأوا الناس يخبوها، وطلع عندنا بعد كده الأناجيل اللي لقيناها في نجع حمادي، ما هو دي مدسوسة ناس يعني. والإبيونيين بقى خدوا كتبهم المقدسة وراحوا عند البحر الأسود وسكنوا هناك عشان يبعدوا عن الكنائس الكبرى في أتينا وقسطنطينية واسكندرية طبعا، لأنه قبل ظهور الإسلام في بطش شديد بالمختلف بناء على هذا الإعلاء الوهمي للذات.
وظهر بعد كده في مشكلة التائبين الناس، قصص طويلة يعني في التراث المسيحي. بس يعني صدقونا أنا يعني درست الحكاية دي بشكل كبير، وعارف أن المسألة مش مقتصرة على المسلمين ولا المسيحيين، هو نمط إعلاء وهمي للذات يؤدي إلى تضخم لدى الفرد وعنف وبطش لدى المجموع دون أي إحساس بالذنب. طيب نعمل إيه؟ أنا عادة ما بحبش حكاية طب نعمل إيه دي، لأنه وكتير منكم في المناقشات أقول لهم ما هو التشخيص نصف العلاج، ومش المطلوب من زي إن يحط لك حل أو يعمل لك حل، هو الخطوة الأولى إن يحدد لك المشكلة تفهمها كويس، ثم نبحث معا عن حل مش نستورد. عشان كده أنا بقالي كام يوم عمال ولسه بكرة كمان بكتب لكم في الصفحة حكاية مش عارف الإيه هو الحل، إن ده كلام فاضي. حل إيه؟ ما تقولي هي مشكلة إيه اللي أنت تقصدها اللي ده حلها، إنما ما علينا. وانحرافا أو مش انحرافا يعني مخالفة للمعتاد من إنه الغرض الأساسي هو تحديد الإشكال أو المشكل الفردي والاجتماعي الخاص بالإعلاء الوهمي للذات، هقول لكم أنا شايف الحل يكون إزاي. الحل بيكون على صعيدين أو جانبين أو مسارين، مسار الفلسفة ومسار التصوف. بس نلاحظ حاجة، أنا لما بقول الفلسفة أنا ما بقصدش المعنى العام بتاعها ده، إنه واحد يقول لك إيه كان هيجل فيلسوفا مثاليا ألمانيا، وكان يقول وإنه كارل ماركس عكس الجدل الهيجلي وجعله بدل من جدلا روحيا لا ماديا إلى جدل مادي تاريخي، وكان أفلاطون يقول بعلم المثل ولكن أرسطو خلفه وقال إني أحب الحق وأحب أفلاطون ولكني أحب الحق أكثر من أفلاطون. الكلام ده مش ده الفلسفة، ده تاريخ الفلسفة. يعني احنا بندرس الكلام ده عشان نشوف بس هما كانوا بيفكروا ازاي، انما افكارهم دي ليست هي اليوم الفلسفة. فالفلسفة طلعت عشان تجد تفسير منطقي للكون او تقف امام ظاهرة الحياة والموت. سقراط كان يقول كده، الفلسفة ينشغل بالموت. بس الفلاسفة اللي قبل سقراط كلهم كانوا بيحاولوا يشوفوا الوجود ده جه منين. طب إذا كانت الآلهة أو التفسير الأسطوري مش مقنع، طيب يبقى بدأ من المية طاليس، طيب النار هرقليتس، طيب كيانات متناهيه الصغر او الذرات ديموقريتس، اراء. وبعدين ده يؤدي الى فكره العناصر الاربعه الاساسيه في الكون اللي تبقى ترجع في الطب عند أبوقراط بقى وغيره، الامزجه يعني الاستقصاءات الاربعه دي تبقى الامزجه الاربعه المتحكمه، ويتطور العلم بناء على الفلسفه. بس المهم هنا ان الفلسفه عندها قضيه، هي ليست ما قاله السابقون ولكن هي اجتهدنا في القضيه دي. فانا مفروض الايام دي لما اشوف التلسكوب هابل مثلا واشوف المسبارات اللي بتتباع واشوف الكون ده، تبقى الفلسفة هي محاولة فهم اللانهائية دي.
وانعكاساتها. بس خدوا بالكم أهمية الموضوع ده إيه. إحنا دلوقتي سواء كانت الديانات ما قبل اليهودية أو ما تسمى يعني لغطاً الوثنية، هم كانواش بيعبدوا الوثن، هم عارفين إن دي نموذج يعني يعني صورة كده بتقرب للإله، هم عارفين الإله بره الحجر ده طبعاً. أو حتى في الديانات السماوية كلها قائمة على فكرة مركزية الأرض في الكون. فلما بيجي كوبرنيقوس والاكتشافات العلمية بعد كده إن يا جماعة لا، هي مش مركز الكون ولا حاجة. وعشان كده الراجل البابا قال للجاليليو، بس جاليليو يعني كان يعني مفتح مخه شوية، بين له تجارب مش عارف إيه. فالبابا قال له أيوة طيب ماشي ماشي، يعني ماذا أقول لفقراء المسيحيين؟ يعني هو المهم الحقيقة، هو المهم الناس دي محتاجة يتحشى دماغها بحاجات. فما تقوليش يا كوبرنيقوس ولا يا جاليليو ولا في الوقت ده طبعا إنه الأرض مش مركز الكون، وإلا يبقى الله ما بيبصلهاش. فهنا كان الحل الوحيد بعد طبعا دماء كتير بقى والعلمانية هناك، مش هنا. العلمانية كانت هي الحل للسيطرة الكنسية على عقول الأوروبيين في العصور الوسطى، إنما طرحها دلوقتي هو انتزاع من سياق وهروب من مواجهة. بس ده قصة تانية. خلينا في انه ايه الفلسفة ممكن تعمله في علاج مشكلة الاعلاء الوهمي للذات. الفلسفة قايمة على الديالكتيك، الجدل. هم ترجموها الجدل، انا مش دقيقة قوي الترجمة دي، عشان كده لما يقولوا لي انت مثير للجدل اقول لهم بانه معنى الجدل اللي احنا نعرفه الديالكتيك عند افلاطون وعند هيجل وعند ناس، هو حركة الذهن بين الموضوعات. حركة الذهن دي لما بنشوف مثلا محاورات افلاطون، سقراط بيجي قبل ناس يقول لهم يعني ايه عدالة، فيقولوا له يعني كذا، يقول لهم طب من يعني، ويبدأ ياخد ويدي معاهم، وأحيانا ما بيوصلش لتعريف الشيء. بس الفكرة هنا في التفاعل، هو بيسأل بتلقى الإجابة، بيتهكم على وبيولد وبيقول أنا شغال داية قابلة زي شغلانة أمي، يعني بولد الأفكار من عقول الرجال. يعني إذن الآخر ده مش مصمت ومش مرفوض. فالمنهج الفلسفي مش هتلاقي فيلسوف بيحتقر جماعة إثنية أو يعني بشرية معينة. ليه؟ لأنه عارف إنه الضرورة اللي هو ما يقدرش ينكرها ان القوى الانسانية واحدة، بس في ناس اكثر حدة في البصر، في ناس اكثر دأبا في البحث العلمي، في ناس اكثر ذكاء في النظر المجرد، وناس اكثر ذكاء في التعامل الاجتماعي. انما في كل الاحوال النفوس الانسانية على نحو ما بينها من الاشتراك ما هو أكثر من الاختلاف والتمايز، وبالتالي فلا معنى هنا للإعلاء الوهمي للذات. يعني فلسفات كاملة زي الرواقية مثلا دي بتجمع بين ماركوس أوروليوس الإمبراطور وإبيكتيتوس العبد، الكلبيين المدارس كثيرة جدا
مفيش هنا الفيثاغورية. هم هاجوا ليه على فيثاغورس في ساموس المدينة بتاعته وطردوه وحرقوا له المدرسة الأغبية يعني بتوع زمنه، واضطرت تيجي اسكندرية لأنه كان بيعلم البنات، لأن هو شافهم يعني مفيش إعلاء هنا زي ما بيقولوا الصعيدة الحمد لله الذي خلقنا ذكورا. يعني هو مين قال لك أصلا إنه؟ وبعدين لما يقف قدام الآية بتاعت ما بلاش الآيات علشان ما نعملش مشاكل، إنما شاهد الاستشهاد يعني هنا سبق إنه التفكير الفلسفي في المجتمع بقى ككل بيخفف من غلواء وفداحة الآثار المتعلقة بالإعلاء الوهمي للذات. بس خدوا بالكم برضو مش الفلسفة اللي هي بيدرسوها في الجامعة دلوقتي. أنا فاكر إن أساتذتي القدام لما كنت أسألهم يقول لك الدفعة اللي كان فيها نجيب محفوظ كان فيها مش عارف مين ومين ومين 7، والدفعة اللي كان درس لهم طه حسين في جامعة القاهرة اللي كان اسمها فؤاد الأول هم فلان وفلان معروفين بالاسم وكتاب أصبحوا كتاب بعد كده. أنا اتخرجت سنة 80 من قسم فلسفة في اسكندرية وكان عدد الطلاب 1150 طالب، ده تهريج. هو مصر سنة 80 كان عندنا 15 جامعة أو 12 كلهم فيهم أقسام فلسفة وفيهم نفس الأعداد دي تقريبا. هي مصر عايزة سنة 80 كل سنة 15,000 فيلسوف؟ يعني إيه ده؟ يقولك لا معلش يشتغلوا مدرسين فلسفة في ثانوي. طب ما هو في كليات التربية فيها أقسام فلسفة بتطلع مدرسين وبتقول لهم يدرسوها إزاي؟ إنما هو هرجلة وكلام فاضي. وطبعا ما كانش فيه ما كناش بنعرف نقعد حتى. وجي الدكتور فتح الله خليف في أول محاضرة وصلنا كده وقال لا أرى أن كان بيتكلم لغة عربية فصيحة يعني في المحاضرة، وكانوا كل الأساتذة على أيامي اللي هي يعني كأنها دلوقتي من عصور سحيقة جدا كانوا بيتكلموا في المحاضرات بلغة فصيحة ولازم يلبسوا بدلة وجرفات تكاملين ويا كحلي يا رصاصي، مفيش الحالة أو اسم مفيش الحالة اللي بنشوفها دلوقتي في الجامعات دي. مش جامعات يا جماعة، خلينا نتكلم جد بقى، ده تهجيج. إنما على كل حال التفكير الفلسفي مش هو تاريخ الفلسفة، والفلسفة مش معناها اللي بيدرس في الجامعات دلوقتي اللي هو مذكرات ولا الملخصات نزلت ولا لسه، إيه الملغي وإيه المقرأ، الكلام ده كلام فاضي ولا علاقة له بالأمر. أنا بتكلم هنا على الفلسفة على ما يوجبه الرأي الصحيح اللي هي إعمال الذهن في القضايا الكبرى، وإن دي مسألة لا يتم عملها من خلال خريجين الآلاف اللي بتتخرج من أقسام الفلسفة، إنما تتم عبر عمليات التثقيف العام اللي مقصود منه ترقية التفكير المنطقي عند الفرد والجماعة. الطريق الثاني هو التصوف، وهو أيضا ليس المقصود به المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ الطريقة الفلانية، ده فولكلور مش ده التصوف. يعني أنا مش فاكر عملنا جلسة قبل كده عن التصوف ولا لا، بس يعني حسبما انتهيت إليه بعد دراسة تاريخ التصوف اللي هو مسألة إنسانية تتعلق بالمتعالي في النفس الإنسانية حيث يتجاور النزوع الروحي مع الإبداع الفني مع ده اللي بيظهر في
في بعض المتصوفة زي أحمد الرفاعي الكبير، اللي هو بالمناسبة في إجماع عليه من كل الأطراف إنه كان رجل فاضل، يعني حتى ابن تيمية بيمتدحه ويسميه السيد أحمد الرفاعي الكبير. ده كان يقول أنا أحمد لا شيء، أنا لا شيء اللا شيء، لأن كسر حدة النفس هو أحد الرياضات الصوفية الأساسية، وإن الصوفي لا يرى لنفسه فضلا على الآخرين، لأنه هما المنطق حتى الصوفي في تجليل العربي الإسلامي يعني يقول لك ما أدراك، ما هو الشخص اللي انت شايفه ده ممكن يكون هو أحسن منك، تكون انت أخطأت أخطاء هو ما عملهاش، ويكون هو تاب وانت ما تبتش، ويكون فالتصرف ده سر زي الإيمان وزي الإلحاد، دي أسرار داخلية، فانت هتحكم على الظاهر إزاي؟ هذه النزعة اللي هنسميها اصطلاحا التصوف، مع ملاحظة انه ليس المقصود بها المولد والجماعة اللي بيلبسونا دلوقتي عمى ملونة كده وعاملين مشايخ صوفية، ده بكش، التصوف مش كده خالص ولا له تعلق بالشكل اصلا، واللي بيلبسوا برتقاني واحمر واخضر ومش عارف ده مهرجين. هذين الطريقين، الفكر الفلسفي المنطقي والنزوع الترانسندنتالي بين قوسين الصوفي، هما وسيلتان للتخفيف ولعلاج المرض النفسي والاجتماعي المؤدي بقى إلى كوارث كتير مجتمعية وحوادث فردية مأساوية، زي ان كل شهر ولد يقول ما هو متخيل لما يتجوزها هو يعني بيعمل عمل جليل ليها، طب هي مش عايزاك، لا يعني مش عايزاني، لان هو زي ما قلت لكم في الفيديو السابق الثقافة عمالة تزرع فيه الكراهية، للآخر والتمايز الوهمي اللي بتعكسه حتى أغنيات يتم الترويج ليها بشكل كبير جدا. وأنا كلمتكم في الفيديو اللي فات على الفيديو اللي كان من 3 شهور مشهور وشبه اختفى دلوقتي بتاع بنت الجيران وشغلالة نعناع، كلام عبيط جدا، وأنه أنا مفيش غيري، يعني إيه مفيش غيرك؟ وبعدين يقول لها إحنا الاتنين قاطعين ومش واخد باله يعني إيه قاطعين، إن هم قرود يعني. المهم وكتير بقى، والأغنية الأخرانية دي شوف أنت مين وأنا مين، شوف أنت فين وأنا فين، يعني أنا بحب أحمد سعد طبعا، بس يعني الكلام ده خطر يا جماعة، لأنه بناء على طب ادي دليل. طبعا الأغنية مش نقاش فلسفي، بس كمان ما الأغنية بتعكس عوالم، يعني مثلا دنيا مسعود ليها أغنية معروفة بتاعت بتناديني تاني ليه، أنا بشوفها عظيمة جدا، لأنه هو ولد فلاح بيقول لبنت فلاحة غدرت بيه وحبت واحد تاني وراحت للتاني، فهو بالحكمة الفطرية بيقول لها بتناديني تاني ليه؟ تعزى مني ايه؟ ما تروحي للي حبتيه، ولو سألوكي قولي نصيب واسمة، هنفضح بعضينا ليه؟ أو إن دينا الوديدي تلتقط من السيرة الهلالية
اللي هي بقى بتمثل أولاً حالة فنية وتاريخية ومتعلقة بتاريخ مصر في الزمن الفاطمي لما يعني قام الخلفاء الفاطميين الأوائل الأئمة بإرسال قبائل بني هلال عشان ما يسيبوش فراغ في ساحل أفريقيا اللي هي تونس وليبيا وكده، والمغامرات بقى اللي حصل إلى آخره، وطلع من ده فن غنى منه محمد منير الأغنية بتاعت يونس دي برضو من يعني جزء من السيرة الهلالية، ودينا الوديدي محدش بيهتم بده، حتى ما بيقولش للناس يعني البرامج اللي هي عمالة تهطل علينا كل يوم بالغث. كانوا زمان يقولوا الغث والسمين، بس ما فيش سمين هنا، هو غث. ومش هضرب أمثلة طبعا لأن انتوا عارفين يتم فيها الاحتفاء بأي حاجة ساذجة أو رخيصة، أو الـ المغنية الهبلة دي اللي بتقول له مش عارف تعالى نتجوز في السر، تزاح 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 تزاح، فتيجي نتجوز في السر ومش عارف ايه وبيبي ويستضيفوها وكليبات. التسطيح ده بيقابله في المسارات التانية التوهم، يبقى هو بيبعد الناس من خلال الفن والأغنية عن التفكير السليم، وفي نفس الوقت بيخليه لقمة سائغة لهذه الحالة المدمرة المتعلقة ب 7/12 بالإعلاء الوهمي للذات. ازاي طيب يتم غرس الفلسفة وتكريس النزعة الصوفية في إطار النظام التعليمي اللي هو مش عايز يتصلح ده؟ قلت أكتر من مرة وهقول تاني أكتر من مرة، بالتثقيف العام، استعمال وسائل التواصل والميديا التلفزيون لترقية ذوق وتفكير الناس، خلاص؟ ما يبقاش الحكاية بقى انه لو غلبنا في ماتش دولي والله وعملوها لرجالة يا عمي، ده عيال بتلعب عندهم 20 سنة. طب ما البرازيل خدت كاس العالم وهي اكبر دولة مديونة في العالم وتوقفت عن سداد ديونها، ودلوقتي البرازيل بتلعب كرة وكل حاجة زي ما الدنيا كلها بتلعب يعني، بس مش في نفس المكان، انما وضعها الاقتصادي والاجتماعي مرتفع جدا. فهو احنا نفرح طبعا لما يكون لاعب في فريق قومي بيجيب جون، بس ده مش ده اعلاء وهمي لينا، لانه ما هو الأرجنتين تاريخها، لا كفاية كده عشان هيخلينا نتكلم في السياسة. أنا كنت حاطط كلام كتير هنا عن المعالجات الخاصة بالحالة دي، ومجهز لكم اقتباسات من كوليريدج وييتس وجلال الدين الرومي، إنه إزاي التخلص من أوهام الذات ورؤية الآخر بشكل فيه احترام. ومع الناس سكة تانية، أنا عارف إن في مشاكل كتير في مصر والبلاد العربية، وبعضها يعني بسبب أزمات عالمية وبعضها بسبب سوء تدبير داخلي، إنما الجزء اللي يخصني هو الدماغ، العقل الفردي والجمعي، وده اللي بنحاول نعمل فيه حاجة مفيدة تغير الواقع ده للأفضل. طيب هنقعد يعني 5 دقايق كده، لو في أي أسئلة أو مناقشات أنا فتحت اهو لو في حاجة يعني مهمة عايزين تتكلموا فيها.
اتفضلوا. لا معاك للصبح ده محمد ابو زيد، ما هو مش كل في الناس عندها ده بكره ايه الخميس، الخميس طيب الناس عندها شغل. واحمد موسى بيقول لي في غصه في صدرنا من اخر كلام قلته، ما انا كمان عندي غصه في صدري وفي دماغي الأرجنتين ملا لقيت يا عماد قصتها طويل عشان أشرحها لكم، هتاخد وقت طويل، إنما كان الإشارة هنا إنه اللي يعني البلد لما كانت بتخرج يعني أعاظم لاعبين الكرة، لو شباب صغير بيلعب كرة بيلعب، كانت في أزمات داخلية ضخمة جدا ومآسي سياسية لا حصر لها. فيعني ما نستدلش بحال كرة القدم على حال المجتمع. سهى بتقول نعمل داي، حاضر يا سهى. ومن العراق نموت فيك عبد الباسط، نموت فيك يا أسهى. وتموت ليه يا عبد الباسط؟ ما تحيا يعني، قول ناحية معك، بلاش بموت فيك دي. نحدد ده ابراهيم عرفات عايز يحدد لقاء. والله كل ما بلاقي فرصة يا ابراهيم، اصل انا شغلتي اصلا الكتابة، انا بعمل الحاجات دي بدفع الواجب بس. لايف تاني عن المعالجات، لا ممكن نبقى نعمل لقاء تاني عن الفلسفة او عن التصوف حسب ما اراه يعني، ويكون أسبوعي حسام الدين، هحاول حاضر. ونفتح موضوع الأرجنتين بكرة الرواية الجديدة، والله بنشوف كم ناشر يعني، قريب هنلاقي حل. ما الشاهد من جلال الدين الرومي؟ الشاهد إنه بيقول عبارة جميلة قوي، ليس عجبا أن تفر الشاة من الديب، العجب أن يكون لها منه حبيب، لطف الحق قرب بين العدوين. ده تعبير شعري مجازي لنظرية عند الصوفية، نظرية الوحدة، إن الكون ده كله بينه اشتراك. فده اللي بنشوفه عن كولريدج وييتس. في بيت شعر في الشعر الانجليزي يقول في الغابة رأيت نمرا نمرا فصحت يا أخي، بس يعني ده محتاج يمكن نرجع له عشان نشرحه أكتر. مرض العظمة صعب جدا القضاء عليه، صعب طبعا، ما عشان كده بنقترح له حلول. طيب لولوس بتقول متخليهم لايف او بيقول معرفش متخليهم لايفين في الاسبوع، والله حاضر هعمل بقدر المستطاع. هل يمكن الاعتبار الوهمي للذات زي ابن خلدون؟ لا، ابن خلدون كان ماشي في سكة تانية. صار عندي لبس المسيحيين يوم القمامة، ايوه، علشان كان ده اللي هو بيسموه دلوقتي حائط المبكى. مش لما راح عمر بن الخطاب كان بيشيل القمامة هو والصحابة عشان يصلوا في حتة نظيفة، عشان مش عايز يدخل يصلي في الكنيسة عشان المسلمين من بعده ما ياخدوهاش، القصة المشهورة. بس خدوا بالكم كان الكلام هنا عن مدينة إيليا مش القدس، عشان الناس خلطة بين الاتنين. ماذا بشأن ثورة الإعلام؟ يا سيدي ما هي بيتم من خلالها، دي بقت أداة تسطيح، وزي ما ضربت لك امثله اهو، يعني انت بتشوف السمج والساذج والتافه وتروج له وتتحاشى اي حاجه فيها فكر. طب ما انت مش هتطلع من ازماتك دي الا بالفكر. بس كفايه كده. و هتتواجد في اسكندريه امتى يا دكتور؟ بعد كم يوم.
نخلص بس مشاكل الكتب والورق والإصدارات الجديدة دي وبعدين نبقى نرجع بقى عشان نشوف البحر زي ما انه دلوقتي بيرسم اللوحات بتاعته. أنا منحاز أصل البحر اسكندرية. بس هشوفكو تاني أو هنلتقي يعني في حاجة تانية. في نقط كتير أهي كان المفروض نتكلم فيها عن عملية التسطيح للعقلية العامة أو للذهنية يعني العامة. إنما العلمانية ما تنفعش في المنطقة العربية شادي. أنا أشرت لده قبل كده يا شادي وممكن نبقى نرجع له بعد كده. طيب هسيبكو دلوقتي وهحفظ لكو يعني احتفظ بيه على الصفحة عشان اللي ما لحقناش يبقى يشوفها في وقت تاني. دلوقتي هندوس فينيش اهي. مع السلامة.